فيديو جديد الخوت كما جرت العاده، معلومات حصريه نتقاسموا معكم في هذه القناه الصغيره. اسمع معايا مزيان اخويا واختي، بارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق، ولكن انت مرمور الكرام غير بارطاجي عندك الاجر مع الله سبحانه وتعالى، واعطيوه اللايك ديالو باش يدخل جميع البيوت المسلمه. النخبه المنظومه بالقاسم مونديدراج جاب لنا الجديد، لقاش كيخاف علينا بطبيعه الحال. قال لكم النخبه المنظومه خاصنا نحافظوا على البيئه، وانتم عارفين هادشي، وباش يحافظوا على البيئه ما خاصناش نستهلكوا اللحوم، خاصنا نبعدوا على اللحم ونضرب اي حاجه الا اللحوم، يعني هما تيقلبوا لنا على الحلول باش حنا نبعدوا على اللحوم. شنو داروا في المانيا في هولندا؟ غادي يفرضوا يعني الضريبه على اللحوم امرا لا مفر منه، باش انك ما تعاودش تقرب اللحم، وتكون نسب مئويه كتوصل زياده أو الضريبة لتكون زايدة في شراء اللحم ما بين 37% حتى 57%، ما كانش يما رحميني باش نتوما ما تعاودوش تضروا باللحم. في إيزلندا كذلك، شنو دارت بعض الشركات بطبيعة الحال مع بعض المزارعين، قالت لهم نعطيكم 5000 الأورو في البقرة بطبيعة الحال باش أنهم يفضيو مع البقر اللي في إيزلندا كذلك. ولكن بالقاسم مونديدراس جابكم الجديد كما جرات العاده، بالقاسم مونديدراس يروج طعام فرانكشتاين. تقول لي شنو هو طعام فرانكشتاين؟ هو طعام جديد ضد الجوع في العالم بطبيعه الحال، وبطبيعه الحال هي بذور معدله وراثيا. حلل وناقش هادشي كامل، نتقاسمو معكم على القناة الصغيرة بطبيعة الحال، بما أنها بذور سحرية استثمرت المليارات ديال الدولارات باش أنهم يسهروا على الراحة ديالنا مستقبلا وبداية من 2023. وتنقول لكم خزينوا ثم خزينوا غداءكم، الوقت خيات طبيعة الحال، ما كعرفناش شنو جاي من القدام. الكل بيد الله، والأعمار بيد الله، والأرزاق بيد الله، حنا عارفين هادشي كامل، ولكن دير الاحتياطات ديالك كذلك. بغيتي تعرف كلشي بالتفاصيل، بقى معايا بعض الفاصل ونعطيكم كلشي بالتفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها المشاهدين الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، فيديو جديد، موضوع جديد مع فيصل مدن بقناة فيصل برشلونة. خوتي المغاربة، العرب، المسلمين بجميع بقاع العالم، الفيديو ديال اليوم والله العظيم تيستحق البارتاج على أوسع نطاق، ولكن أنت يا خويا ولا أختي مارمورة اللي كاينة مكتفرج فيا، غير بارتاجي عندك الأجر مع الله سبحانه وتعالى، وكتوش يا ملايكات لحقاش اللايك ولا كيدفع بالفيديو بطبيعة الحال، باش أنه يدخل جميع البيوت المسلمة، اللي فيهم أختك، أمك، خالتك، العائلة ديالك، صحابك، باش أنهم ياخذوا المعلومة من أجل التوعية والتنوير والتحذير كذلك. أنتم عارفين بالقاسم مونديدراس جاب لنا الجديد، وغنتقاسموا على القناة الصغيرة، والنخبة المنظومة، البال ديالها على أنها تحافظ على البيئة. خصهم يحافظوا على البيئة، وكيفاش يحافظوا على البيئة؟ خاصنا ما نبقاوش نستهلكوا اللحوم، خاصنا نبعدوا على اللحم، ما نبقاوش نضروا باللحم، سواء كان مقر أو لا غنم أو لا معيز أو لا دجاج، ما تبقاش تاكل اللحم، وباش أنكم ما تبقاوش تاكلوا اللحم، هما قلبوا لنا الحلول باش أننا ما نعاودوش نقربوا اللحم بطبيعة الحال، ولكن بالقاسم مونديدراس كيخاف علينا بزاف، جاب لنا الجديد، جاب لنا طعام جديد، لحقاش باش نواجهوا به أهات عام ديال الجوع عام 2023، لحقاش العالم قالك أسيدي غيشوف الجوع مستقبلا بداية مع دخول سنة 2023، حلل وناقش. فلهذا اسمع معايا مزيان والحلول لقولنا، قالك أسيدي ربما تكون ضريبة اللحوم أمرا لا مفر منه، باش انك تبعد خاصهم يفرضوا ضرائب على اللحوم، وهاد الضرائب بطبيعة الحال كيفرضوها بواحد النسبة مئوية، يعني في الدول المتقدمة ما بين 37% حتى 57%، وغيبداو بهولندا وألمانيا بداية من الشهر الجاي. لاحظوا الأثمنة ديال اللحم كيفاش غادي تزاد، كيفاش غادي يطلع الثمن ديالها، يبقاو فيا الجزارة والله العظيم. أعتذر على هذا الفيديو، ولكن خاصني نبارطاجي مع خوتي، لاقاش خاصهم يعرفوا شنو جاي بطبيعة الحال. قالوا لكم نتوما بقاو تاكلوا الخضرة، بعدوا على اللحوم، بقاو تاكلوا اللحوم، شوفوا معايا مزيان الإخوان، باش أنهم يحافظوا على البيئة، لقاو لنا حل من الحلول، على أنهم تكون واحد النسبة مئوية ضريبة على اللحم، ما عمرها كانت في التاريخ، تمشي وتخلص الضريبة زايدة. 37% 57%، باش الانسان كيتخلع ما يعاودش يشري اللحم، يبقى يجي غالي،
يبعد منه اوتوماتيكمو. وهناك عقوبات قياسيه بهولندا فواحد الحي ولا واحد المدينه بهولندا، الا فتسي واحد القدر ديال الشراء ربما يعطوك غرامات ماليه باش انك ما تعاودش تقرب اللحم. يعني هناك عقوبات قياسيه، عقوبات ماليه، ضرائب كذلك في اللحم باش بنادم يبعد من اللحم باش حتى واحد ما يعاودش يقرب اللحم. حلل وناقش. وكذلك واحد الدوله ديال ايزلندا، شوفوا معايا مزيان شنو دازت ديك الدوله كذلك والروابط ديال هاد الاخبار. انا نخليك في التليجرام كما جرت العاده من اجل مصداقيه القناه الخوت، بغيتكم تبارطاجيو على اوسع نطاق، الله يجازيكم بخير. والرابط ديال التليجرام انا نخليكم في اول تعليق. في ايرلندا كذلك تخطط الحكومه يعني لقتل جميع الابقار. الحكومه ديال ايرلندا بغات تسالي مع جميع الابقار، بغات تدوز عليهم صافي، دير لهم اعدام شامل. ولكن باش انهم يعدموهم اعدام شامل، دوك الابقار عندهم الملاك ديالهم، هما المزارعين، هما الفلاحين. شنو قالت لهم؟ باسم خطه الكربون كذلك، ودفع ما يصل 5000 يورو لكل بقره مذبوحه. اواه، في ايرلندا باش انهم يبعدوا من تربيه الابقار ويديروا الالبان والحليب وكذا، غراوهم الحكومه، غراو المزارعين ولا الناس كيربوا البقر 5000 اورو، ما يقارب 5 ديال المليون مغربيه، باش انهم يبعدوا على البقر وما يبقاوش يربيو البقر، باش انهم يذبحوا البقر ويبقاو بلا بقر بطبيعه الحال. شكون البقر في هذه الحاله هذه؟ حلل وناقش. الله يرحم به الوالدين. يعني مستقبلا بغاو يوكلونا واحد الحوايج بعيده كل البعد الخوت. يعني هذه المساله هذه بغيتكم تبارطاجيوها، ولكن بالقاسم ونضيدر جاب لنا الحل. قلنا الحل. تقول لي اخويا فيصل شنو هذا الحل اللي جاب لنا بالقاسم ونضيدر؟ ودابا حلل وناقش معايا واسمع معايا مزيان الله يسهل عليك، شنو قال لنا بالقاسم ونضيدر في الجديد ديالو على انه يروج. بالقاسم ونضيدر يروج الخوت، يروج شيء جديد، يروج طعام جديد، باش اننا كنا ان شاء الله بحول الله نمشيو نتقداو منه طعام جديد. انا نقول لكم الاخوان، وهذا خبر عاجل وخطير وديه من الجميع بطبيعه الحال. هانتوما الاخوان سمحوا لي باش نتقاسم معكم الخبر بحذافيره، ما نخلي لكم حتى شي وحده. هانتوما شوفوا معايا مزيان، بالقاسم ونضيدر يروج طعام فرانكشتاين. طعام فرانكشتاين ضد الجوع في العالم. تقول لي اخويا فيصل انا طعام فرانكشتاين كنعرف اخويا غير معقوده، غير الحريره، داكشي الهاي كلاس، البوفتيك، ستيك، الكفته مع راس. شنو هو هاد الماكلة ديال فرانكشتاين؟ اسمع معايا مزيان، هاد الماكلة ديال فرانكشتاين هي بذور معدلة وراثيا. اوه، يعني ماشي بيو، حتى حاجة ما تبقى بيو، حتى حاجة ما غتبقى بيو، وخسروا عليها كاع الملايير باش نتا ونتي ونتوما والعالم كامل يلقى راحتو مستقبلا، باش ما بقاوش بالجوع. اه سيدي باش ما بقاوش بالجوع. دابا القاسم ونضيدر كيخاف علينا، تيفكر لينا بزاف، ما كينعش مسكين، ما كينعش داك القاسم ونضيدر. كل مره جايب لنا حاجه جديده. تصوروا معايا كوديب دقدقيات، المجاعه، الجوع، الحروب، هادي من حاجه لحاجه. شوفوا معايا الاحداث كيفاش دايره، ولكن حلوا معايا دماغكم مزيان. وهادشي كامل قالك باش يقاوموا ويزيدوا يقاوموا باش ما يتغيرش المناخ والبيئه، اتحاد باش يحافظوا على البيئه، لاقاش البشر تقل على الارض، تقل على الارض. بعد التكنولوجيا الكبيره ياتي الطعام الكبير. يقوم بالقاسم ونضيدر مؤسس شركه مايكروسوفت، هذا من مايكروسوفت للدقدقيات كيفهم في كل شيء هذا، على ان بالترويج الى البذور المعدله وراثيا باسم كذا وكذا، ما نقدرش نقول لكم، لقد انفقت المؤسسه ديالو الملايير ديال الدولارات. وانتم عارفين كلشي من اجل ربح المال، كلشي بيزنس عنده صبعو تما رابح فلوس بلا ما نكمل الموضوع. كلشي كيروجو كلشي في فلوس، بحال الدقدقيات كلشي فلوس، كلشي بيع وشرا. هذه خلاصه القول. ولكن واحد الحاجه جد مهمه بغيت نقولها لكم، الا وهي حاجه جد مهمه بغيت نتقاسم معكم هذه المعلومه باش اننا نعرفوها جميع. لاحظوا معايا على ان 1% من الاقليه اللي مسيرين هادشي، 1% من الاقليه هما اللي مسيرين هادشي، و 4% هما اللي كيعاونوهم، ولكن 90% ما مسوقينش،
وكاينه 5% هي اللي بغات تفيق 90%، وديك 1% زائد 4% اللي كيتعاونوا معاهم كيحاربوا 5% باش ما يفيقوش 90%. حلل وناقش، خليوا لي التعليق ديالكم، نتمنى يكون الميساج واضح. تنقول لكم شكرا جزيلا للمتابعه، بارطاجي لك على اوسع نطاق، الله يرحم بها الوالدين، والمشاركه في القناه الا ما كنتيش مشاركي شاركوا على الجرس باش يوصلك كل جديد. ملتقانا فيديو ان شاء الله بحول الله، احبكم في الله جميعا وراكم في القلب، تابعونا على القناه.